السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقة تحضير الحريرة المغربية على اصولها. كنتمنى هذه الوصفة هذه تنال اعجابكم. هذا هو الشكل ديال الحريرة ديالنا كيف كتشوفوا. غادي نوريكم هنا بلا ما نطول عليكم، نخليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال الحريرة اللي غادي نعطيها لكم بطريقتي الخاصة اللي كنستعمل فيها. عندي تقريبا هنا واحد كيلو لاروب ديال المطيشة اللي سلقتها وقشرتها، ما سلقتهاش بزاف غير شوية كيف كتشوفوا، راه باقا قاصحة شوية وقشرتها. عندي هنا الزيت، الزيت العادي. بالنسبة للمرحلة الأخيرة غادي نحتاج الشعرية متوسطة، واحد كاس ديال الدقيق على حسب الخليط. انا دابا درت كاس حتى من بعد وغادي نشوف واش كافي ولا لا. وغادي نكملو، غادي نحتاج واحد كاس كبير ديال العدس اللي منقي ومغسول، كاس كبير ديال الحمص اللي مرقد ليله كامله ومقشر كيف كتشوفوا معايا. كاين اللي كيديرها بالقشور ديالو وكاين اللي كيخليها بحال هكا. عندي هنا واحد البصله متوسطه مقطعه طريفات صغار، غادي نزيد غير قطعتها غير بايدي، غادي نزيد نديرها في الاله العجيبه اللي غادي نوريكم ان شاء الله. عندي هنا قطع ديال اللحم مع واحد العظيم. فيما كتجيبوا اللحم كتقطعوا منه واحد طريفات وخبيهم في الثلاجه، وقت ما تحتاجوا ديروا الحريره كتلوحوا غير باش تنسموا بها. عندي واحد معلقه صغيره ديال السمن البلدي، بالنسبه ليا درت غير كميه قليله حيت فيه عندي هذا السمن، يعني المذاق ديالو مجهد، من الاحسن انني ندير منه شويه. نتوما على حسب السمن اللي عندكم. عندي واحد جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم، جوج قبيطات صغار ديال الكرافس والربيع، عطيتهم غير يدي حتى هما غادي نعاودهم في الاله العجيبه. صافي. وغادي نحتاج الماء، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، زائد الزيت، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. هذه هي الاله اللي غادي نخدم فيها. غادي نعاود نطحن انا كيف سبق لي ذكرت بالنسبه للبصله والربيع، قطعتهم غير بايدي. دابا غادي نطحنهم بهذه الاله هذه اليدويه. مطيشة راه غادي نطحنها غير فيها. صافي هما طحنوا مزيان كيف كتشوفوا معايا. غادي نديرهم في الكوكوط اللي غادي نطيب فيهم مباشرة. بسم الله. هنا راه كيف شفتوا معايا طحنت كرافس والربيع وبصلة. فضلت انني ندير معكم هذه الحريره اليوم بال زعما بالكرافس والربيع يكونوا طريين. في نفس الاله غادي نقطع، غادي نطحن مطيشه، غادي نقطعها غير شويه بحال هكا. غادي نطحنها حتى هي كيف غتشوفوا معايا. صافي المطيشة طحنات مزيان حتى هي كيف كتشوفوا. دابا خديت الكوكوط، غادي نخلي المطيشة هي الاخرى، غادي ندير فيها تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت.
غادي كيف شفتوا دابا درتها في عبوطه تقلى شويه، غادي نضيف لها داك الطريفات ديال اللحم حتى هما يتقلاو، غادي نضيف الملحه كتبقى على حسب الضوء، غادي نخلص شويه غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن، ممكن تضيفوها حتى للاخر، انا غادي نضيفها دابا باش ما تجيش المذاق ديالها مجهد. وغادي نضيف التوابل حيت ما كنخليوهاش مده طويله، كتقلى غير شويه وصافي، شويه ديال الابزار، شويه الخرقوم بلدي، تقريبا واحد المعلقه صغيره من الحاجه، وشويه ديال السكنجبير. غادي نضيف واحد الضامه ديال الحريره، غادي نضيف كذلك مطيشة مطحونة، الحمص، العدس، غادي نخليهم واحد شويه يتقلاو قبل ما نزيد الماء، وغادي نزيد مركز الطماطم جوج معالق كبار، انا راه درت في كوكوط صغيره على ما يطيب لي الحمص والعدس، وهذيك الساعه غادي نقلبها في شي حاجه تكون كبيره باش يلاه نخلطها مع الشعريه والدقيق، ما دابا غير درته في كوكوط باش يطيبوا دغيا. دابا غادي نضيف الماء، درته في نفس هذيك الاله اللي طحنت فيها باش ما طيش تجمع، بسم الله، وغادي نسد عليها حتى كيطيب العدس والحمص، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوها. كيف شفتوا راه طريقه ساهله وما كتاخذش الوقت في التحضير، دغيا كتوجد. غادي نسد الكوكوط وكنديروا لها الصفاره ونخليوها طيب على خاطرها. صافي الحريره ها هي طابت كيف كتشوفوا، غادي نخويها في شي يعني العدس والحمص طابوا مزيان، غادي نخويها في شي قميله تكون كبيره ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا انا قلبتها في هذه القميله كبيره وزدت عليها الماء طيب كيف كتشوفوا معايا ها هي، حيت راه الكميه ديال القوام يعني كثيره داكشي علاش زدت الماء طيب. بالنسبه ليا ضعتها لقيتها مسوسه شويه، غادي نزيد لها شويه الملحه، غادي نضيف الشعريه بسم الله، مره مره كنحركها، وغادي نخليها واحد تقريبا واحد 5 دقائق ونرجع باش نوجد الدقائق اللي غادي نخلطو مع الماء كيف غادي تشوفوا معايا. المهم دابا غادي ما نغفلوش عليها، خاص ضروري مره مره نحركها باش الشعريه ما تهبطش تلصق لينا في القاع ديال الجميله. دابا غادي ناخذ الدقائق بسم الله نديرو في اناء يكون كبير شويه، وغادي نضيف كميه من الماء كنخلطو مزيان، نخلط اليداوي حتى
حتى ما كيبقاوش لنا داك الكريات نهائيا. نزيد شويه الماء الا بغيتو تكونوا متاكدين انها ما بقيتش فيها دوك الحبيبات او الكريات ديال الطقع، كتصفيوها عاد كتضيفوها لسميتو اولا كتصفيوها مباشره فوق الحريره. كتخلطوها مزيان صافي. دابا من بعد ما دازت 5 دقائق غادي نضيف الخليط ديال الطقيق والماء. كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالنا ها هو ولا واجد. غادي نضيفو بسم الله في نفس الوقت كنخلط. الا بان لكم خاص راه كتزيدوا من بعد، يعني حتى كنشوفوا يعني دابا واخا تيبان لكم مازال سائل ولكن من حدو هو كيطيب هو كيعقد اولا الحريره ديالنا كتعقد. كتشوفوا صافي الحريره ديالي ها هي وجدات. نتوما على حسب كيفاش تبغيوها، واش كتبغيوها تكون عاقده بزاف اولا كتبغيوها. انا درتها متوسطه ما عاقداش بزاف وما سائلاش بزاف كيف كتشوفوا هكا كنبغيوها حنا. صافي ضقتها لقيتها انها راه هي هذيك في الملحه، صافي ما بقيتش ضفت لها الملحه مازال وراها طابت مزيان. لا الطقاق طاب مزيان وكذلك الشعريه حتى هي طابت مزيان. دابا غادي نحطها في السوبيره ديال الحريره. هوا بسم الله. هذوك الحيمات اللي درت راه طابوا مزيان حتى تفرجتو تيعطيو مذاق زوين هكاك. الاحسن نخوي مباشره من الجميله للسوبيره. صافي انا حطيتها دابا في الطبق ديال التقديم كيف كتشوفوا معايا. غادي نحط لكم الحريره تشوفوها كيف كتجي بسم الله. صافي هذه الحريره ديالنا كيف كتشوفوا. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.